هذا القرآن العظيم الذي قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. قال أهل العلم: أي لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. هذا القرآن الذي قال الله تعالى عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا الكتاب العظيم أنزله الله عز وجل فرقانا بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا القرآن الذي قال الله تعالى عنه: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا الكتاب العظيم أنزله الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، وكما ذكرنا فرقانا بين الحق والباطل، فيه تبيان لكل شيء، فيه حال المؤمنين وحال المنافقين وحال الكفرة وحال المشركين وحال الملاحدة. فيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار وفيها كل الخير، كل الخير ذكره الله تبارك وتعالى في هذا القرآن، ونهانا عن الشر كذلك في هذا القرآن العظيم. فيقولنا هذا الشهر هو شهر القرآن، لذلك ينبغي علينا أن نغتنم هذا الشهر في هذا الكتاب العظيم، كتاب الله تبارك وتعالى، تلاوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وتدبرا كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفهما. والحمد لله الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك تكفل الله تعالى بحفظ حتى معاني القرآن وحتى فهم القرآن محفوظ بحول الله تعالى وقوته. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ربنا سبحانه وتعالى اتكفل بحفظ هذا الكتاب العظيم حروفا ومعنى وفهما لا يلحقه التحريف، يعني التحريف في الحروف، حتى الذين يريدون أن يحرفوا كلام الله عز وجل والذين يريدون أن يبدلوا كلام الله، فإن الله عز وجل يسخر لهم من أهل العلم من يرد عليهم باطلهم ويكشف عوارهم. القرآن ده أخوانا ما فيه كلام، ده كلام متين، لأنه ده كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. وقال الله تعالى: يسمعون كلام الله
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فهذا القرآن هو كلام الله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. شكد أخوانا كلنا نستوصي فيما بيننا بحفظ هذا القرآن، إذا بحفظ معانيه وحفظ حروفه وتطبيق ما فيه من الأحكام. لو داير ترد على المشركين عليك بكتاب الله عز وجل، لو داير ترد على أهل البدع عليك بكتاب الله عز وجل، لو داير تبين عوار المخزلين عليك بكتاب الله عز وجل، فإن فيه البيان الشافي وفيه القرآن الفرقان الكافي، كما قال تعالى في هذه الآيات التي تلوناها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هذا القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه بينات واضحات من الهدى، يهدي به الله تبارك وتعالى من اتبع رضوانه سبل السلام. وكما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. كل ده بتلقاه في القرآن الكريم. فأحرصوا على هذا الكتاب بالذات في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر العظيم، لأن الله عز وجل ييسر للناس أعمال الخير. وهذا القرآن قال الله تعالى عنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شو الجملة دي؟ مؤكدة، مؤكدة بقد وبلام القسم، كويس، مؤكدة. والله تعالى إذا أكد أمرا فاعلم أن هذا الأمر حق ومهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر. العلماء قالوا للحفظ وللتدبر وللفهم، كله يدخل في قولي للذكر، لكن فهل من مدكر؟ هنا لا مربط الفرس كما يقولون. فهل من مدكر؟ وهذا القرآن فيه بشارة وفيه نذارة، كما قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. دي أخوانا نصيحتنا لنا ولكل المسلمين، لأن رمضان هو شهر القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. وأقدم المتحدث من بعدي.